في الفيديو ده هنغير شاشة 15 و6 LED وكيبورد خاصة بجهاز توشيبا ساتلايت C660. هنا لما بنيجي نشغل الجهاز الصورة بتبقى مش واضحة، في خطوط بتظهر بالطول على الشاشة، وده غالبا العطل الاشتباه في الشاشة نفسها. طبعا الأعطال اللي زي دي بنجرب الشاشة ونجرب فيديو كيبل الأول قبل ما نشتبه في الفيجا تشيب. اهم حاجة طبعا قبل بدء عملية الصيانة بنطمن ان البطارية مفكوكة من الجهاز. حتى عمليات الصيانة البسيطة زي تغيير الكيبورد وتغيير الشاشة لازم تطمن ان البطارية مفكوكة من الجهاز. وطبعا علشان نفك الكيبورد في الموديل ده من الاجهزة بيبقى فيه جزء بلاستيك مثبت اعلى الكيبورد، لازم نفكه الاول لان تحته بيبقى موجود المسامير اللي مثبته الكيبورد في الفريم السفلي، فهي بتتفك طبعا بالمفك. وبعدين بنفك الكيبل اللي موجود في الكونكتور على المذر بورد. وبكده نكون فكينا الكيبورد. وبعدين هنبدأ دلوقتي نفك الشاشة. بيبقى فيه هنا أغطية بلاستيكية صغيرة شكلها دائري مغطية المسامير اللي بتثبت الفريم الأمامي البلاستيك. لازم أخلعها الأول طبعا أو أفكها وأحتفظ بيها، لأن طبعا لازم أرجعها علشان الشكل الجمالي، لأن دي في يعني موجودة على الفريم الأمامي بالظبط وبتبقى ظاهرة، فلازم أرجعها مكانها. وبعدين بنبدأ نفك المسامير اللي بتثبت الفريم الأمامي. طبعا وجود المسامير أو عدمه ده بيختلف من جهاز لجهاز آخر، لأن في أجهزة لابتوب موديلات بيبقى الفريم ده بيتفك بالديس أسمبلي تول أو أداة الفك البلاستيك أو المعدن على طول من غير مسامير، وفي أجهزة زي الجهاز اللي معانا بيبقى فيها مسامير مثبتة الأول، لازم أفكها وبعدين بعد كده أبدأ أفك الفريم الأمامي. ممكن تستخدم إيدك مباشرة وممكن تستخدم ديس أسمبلي تول. بعد فك الفريم الأمامي بنبدأ نفك المسامير اللي بتثبت الدعامات الجانبية المتصلة بالمفصلات.
وبعدين بنبدأ نفك الشاشة. طبعاً بنفك الفيديو كيبل لو هو متصل بالكاميرا، لأن في فلاتات أو فيديو كيبلز بيبقى لها طرف متصل بالكاميرا لو الجهاز فيه كاميرا. الأجهزة اللي ما فيهاش كاميرا طبعاً ما بيبقاش موجود الطرف ده. وبعدين بنفك الكونكتور اللي موجود على الشاشة، اللي هو الطرف اللي خاص بالفيديو كيبل اللي بيبقى مرتبط بكونكتور على الشاشة. غالبا بتلاقي عليه طبعا ستيكر لاصق عشان يثبته في مكانه ما يتهزش، فبتفك الستيكر الاول، وبعدين بعد كده بتبدأ تفك الكابل من الكونكتور. وبعدين بنجيب شاشة جديدة نفس المقاس 15.6 LED، وبنركب فيها الفيديو كيبل في الكونكتور الخاص بيه في الجزء الخلفي من الشاشة. مهم جدا في موضوع الفيديو كيبل انك تطمن انه داخل مظبوط في الكونكتور، مفيش فروقات او في جزء داخل وجزء لا، لان ده طبعا ممكن يسبب ان يسبب حدوث مشكله في المذر بورد، ان الشيبسيت تتلف لو مش متركب صح. فمهم جدا ان انت تطمن على تركيبه بصوره سليمه. هنبدا دلوقتي نعمل عمليه تيست مبدئي، لان طبعا احنا ما نعرفش العطل هل هو في شاشه ولا لا، بس هو طبعا غالبا الاعطال دي بتبقى يا اما شاشه يا اما فيديو كيبل. يعني قبل ما نقفل الجهاز نوصل الشاحن ونعمل تيست نطمن ان الخطوط الطوليه، الخطوط اللي هي بالعرض دي اختفت. هنا ظهر قدامنا اللوجو بتاع توشيبا والخطوط مش موجوده، وهنا الجهاز داخل على نظام التشغيل، فمعناها ان المشكله كانت في الشاشه القديمه، وان احنا بالفعل هنركب الشاشه الجديده دي، لان كده المشكله اتحلت. هنبدأ دلوقتي تثبيت المسامير اللي بتثبت الدعامات الجانبية المتصلة بالمفصلات في الشاشة. ونفس الكلام بنثبت المسامير اللي موجودة على الدعامة اللي في الجانب الآخر.
وطبعا ما ننساش نوصل الكاميرا، نوصل اللي هو الكونكتور اللي موجود في الفيديو كيبل الخاص بالكاميرا. وبعدين بنبدأ عملية تركيب الفريم الأمامي طبعا بواسطة الضغط على الحواف بأصابع اليد. واربط المسامير اللي بتثبت الفريم الأمامي. وطبعا ما ننساش الكفرات اللي هي الدائرية اللي بتبقى بتغطي أماكن ربط المسامير في الفريم الأمامي، قلنا عشان الشكل الجمالي طبعا، لأنها بتبقى بنفس لون الفريم اللي هو اللون الأسود زي ما واضح قدامنا، بتبقى مغطية على المسامير. وهنا يفضل ان انت تثبت الغطاء البلاستيكي اللي هو غطاء الحماية اللي بيبقى جاي مع الشاشة الجديدة، علشان بس ما يبقاش فيه بصمات اصابع على الشاشة قبل ما تسلمها للعميل او اتربة، بحيث العميل يستلم الشاشة وهي في رونقها. وهنا احنا معانا الكيبورد الجديدة اللي هنركبها، لان الكيبورد القديمة كانت تلفة. تلف الكيبورد طبعا ممكن يكون نتيجة سقوط مية، او ان في ازرار فيها كسور، او ازرار اتخلعت ومش موجود الاوعدة البلاستيكية بتاعتها، او في جزء من الكيبورد بيستجيب للكتابة وجزء تاني من الاحرف ما بتكتبش، على حسب طبعا العطل اللي جايلك. بنركب الكابل الخاص بالكيبورد في الكونكتور اللي موجود على المذر بورد. وبنبدأ نربط المسامير اللي بتثبت الكيبورد اللي هي كانت موجودة في الأعلى. وفي الآخر بنركب الجزء البلاستيكي اللي كان موجود في التجويف اللي موجود على الكيبورد، اللي هو مغطي على المسامير اللي بتثبت الكيبورد. وبكده نكون غيرنا الشاشة اللي هي 15.6 LED والكيبورد الخاصة بجهاز توشيبا ساتلايت C660. بتبدأ طبعا تعمل اختبار للجهاز بانك بتجرب الشاشة تاني بعد تركيبها، وبتجرب ممكن تجرب الكيبورد بانك بتفتح ملف تكست جوه نظام التشغيل وتبدأ تكتب الأحرف كلها عشان تطمن تماما ان الكيبورد الجديدة شغالة بكفاءة تامة. هنا طبعا واضح ان الجهاز شغال وانه بدأ يدخل على نظام التشغيل.